أحبتي، بعد أيام قليلة سينفق مثل هذا المبلغ وأكثر لألعاب نارية ستحرق في الهواء لمدة دقيقة، وإنني سأقف أمام هذا الأمر وقفتين وقفتين. الوقفة الأولى لما سألوا عمر وجاءوا لعمر قالوا يا عمر نريد أن نكسو الكعبة بالحرير، سألتكم بالله هل هناك أعظم من أن تكسى الكعبة بالحرير؟ لا والله. قالوا يا عمر ائذن لنا أن نكسو الكعبة بالحرير، فقال عمر لا، بطون المسلمين أولى من أن تكسى الكعبة بالحرير. هذه أبلغ رسالة لهؤلاء، وإنني أبعث الرسالة والوقفة الثانية عن إقليم مسلم اسمه الأوغور. الدول العربية التي ستطلق الألعاب النارية بعد أيام من الآن بملايين الدولارات في الهواء، لا أظنها أنها تعرف أن هناك مليون مسلم في الصين يعيشون في إقليم مضطهد، الصلاة ممنوعة، النقاب ممنوع، يجبرون على تناول وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر، اللحية ممنوعة، يقتل هؤلاء في الشوارع. تخيلوا معي، لا يستطيع ابنك إلى أن يبلغ 18 عاما أن يكون معك، لا يستطيع أن يكون معك، وأول ما يأتي إلى الحياة يؤخذ ويذهب به إلى مدارس لتعليم الفكر الشيوعي، وإذا بلغ عمر 18 عاما يعيدونه إليك. أجبر أئمة المساجد في فيديو، نحن كعرب مشاهداتنا التي تبلغ الملايين هي مشاهدات كرة القدم، هي مشاهدات الفنانين الساقطين والفنانات والراقصات، لكن مثلنا يرى هذا المشهد، يرى أئمة مساجد يرقصون في الشوارع. تخيل معي يا رعاك الله أنهم يجبرون أئمة المساجد، وفي مشهد رأيته بعيني في إحدى الفيديوهات، أئمة مساجد يجبرون على أن يرقصوا في الشوارع عراة عراة، ونحن سنحتفل بعام جديد بإطلاق الألعاب النارية بملايين الدولارات. مليون مسلم لا يسمح لهم بالصلاة ولا النقاب ولا اللحية، يقتلون كل يوم في الشوارع. هل رأيتم حاكم تكلم فعذرا؟ هل رأيتم مشايخ السلاطين تكلموا فعذرا؟ هل رأيتم من علمائنا من ذكر لنا على المنابر أن هناك مليون مسلم في الصين مضطهد بمثل هذه المأساة؟ لا. فنحن في زمان الجبن، نحن في زمان الخوف، نحن في زمان الذل، نحن في زمان عمائم العار وحكام الذل، بينما كل هؤلاء صمتوا، وأختم إن شاء الله، بينما كل هؤلاء صمتوا على هذه المشاهد، وأنا أستأذنكم أن تعودوا إلى المواقع وأن تعودوا إلى القنوات وأن تعودوا إلى الإنترنت وأن تكتبوا بين قوسين إقليم الأوغور، وأريد منكم فقط أن تشاهدوا المشاهد التي والله يتقطع لها الفؤاد من كمد إذا كان في القلب إيمان وإسلام. صمد كل هؤلاء وخرج لاعب كرة قدم
وجل يذكر المسلمين وهم أولى بنجدة هؤلاء، يذكر المسلمين أنه في آخر الأرض لكم إخوة. أوزيل ذكر هؤلاء، ذكر من؟ ذكر مشايخ المنابر، وذكر علماء السلاطين، وذكر حكام العار، لاعب كرة قدم، ذكرهم أن هناك 1,000,000 مسلم مضطهد في الصين. وبالله عليكم انتبهوا، لا والله، بالله عليكم استيقظوا، لا والله، أن اتجهت إلى بلد فيها الإسلام وجدتها كالطير مقصوص الجناح. هذا في الصين، هذا في إقليم الأغوار في الصين. وبينما أيضا ليس ببعيد عنا إخواننا في إدلب، كل يوم منذ عام كامل ما بين 200 إلى 500 شهيد. ووالله المشاهد التي نراها كل يوم وتصلنا من إدلب، والله 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 تدمي الحجر قبل البشر. أقول لهؤلاء، أقول لهؤلاء، لا تعولوا على البشر، لا تعولوا على القمم، لا تعولوا على الحكام، لا تعولوا على المشايخ. أقول لهم إن كانوا إخواننا المضطهدين في الصين أو إخواننا المضطهدين في إدلب التي تسقط عليهم البراميل المتفجرة ليل نهار ويستشهدون بالمئات، حتى أنني قبل أن آتي أردت أن أقرأ شيئا من الأخبار عن إدلب، واعلموا أنه من لم يشعر بالمسلمين فليس منهم، من لم يشعر بآلام المسلمين فليس منهم. لا بارك الله فينا، ولا بارك الله في الخطب، ولا بارك الله في هذه الأجساد، ولا بارك الله في العلم الذي نحمله في صدورنا إن لم نقل قولة حق. أليس المسلم للمسلم كالجسد الواحد؟ لماذا تفرقنا؟ لماذا تفرقنا؟ لماذا لا يحق لي أن أتكلم عن مسلم يعذب في الصين؟ هذا المسلم أوزيل اللاعب حرم أن يدخل الصين، حرم أن يدخل الصين، وممنوع أن يدخل الصين حتى في السياحة. هذا لاعب كرة قدم مشهور يتابعه الملايين، منعوه لأنه قال كلمة حق. فما بالكم بالمشايخ الذين يقفون على المنابر؟ منا من يمنع العمرة، منا من يمنع الحج إلى بيت الله الحرام. ولا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لهؤلاء إن كنا نسيناكم فإن الله لن ينساكم، إن كنا نسيناكم في غمرة الحياة وفي غمرة استقبال العام الجديد وفي غمرة الدنيا، اعلموا يا أهل إدلب واعلموا يا أهلنا المسلمين في الصين، اعلموا أننا إذا نسيناكم فإن الله لا ينساكم. سيأتي الضياء عما قريب بإذن الله وسيصحو الفجر، واعلموا أن النصر يغفو لكن لا ينام، النصر يغفو لكن أبدا لا ينام.